هل الترابط ما يزال موجود بين غزة ولبنان؟ نظريا نعم، لكن فعليا لا. إسرائيل فعليا كانت تخطط لبدء الضرب والحرب على لبنان وبدء مرحلة لبنان من ضمن مشروع الجديد، يلي هو يقضي بأن تنشئ واقعا جديدا في لبنان، يقوم على عبر قيامها بغزو بري لاحتلال ما يسمى بشريط. وهون السؤال، هل سيكون مؤقت هذا الاحتلال بذريعة تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله، أم أن هذا الاحتلال كما تظهر المؤشرات تريد أن يكون دائما؟ هون في لغط كثير، ويبدو نوايا إسرائيل كما دائما ليست سليمة. هل هنالك إمكانية لتطبيق 1701؟ ما هذا يدخل في موضوع 1701، يعني إذا كانت إسرائيل تؤمن فعلا بموضوع 1701 أو تؤمن بضرورة تطبيقه، عليها أن يكون يعني أن تذهب للمساعدة للتعاون مع الدول الراعية لـ 1701، يعني أعني هنا الأوروبيين والأمريكيين، يلي يبدو على خلاف مع إسرائيل حول اليوم التالي وماذا تريد أن تفعل في اليوم التالي. يعني إسرائيل تريد أن تبقى، لديها أطماع بأن تبقى، تريد تدمير هذه المنطقة، الشريط الحدودي الذي تريد أن تأخذه وأن تدفع 5 كيلومتر لقدام. لما عم تنقل للقوات الطوارئ الدولية تكون على 5 كيلومتر لقدام، يعني تريد أن تكون الحدود بعد 5 كيلومتر لقدام. بالتالي هون السؤال الفعلي والحقيقي اللي ممكن أن يكون موجود، ما هي النوايا الإسرائيلية الجدية باتجاه لبنان، على أساس أنه كل المعطيات تؤشر إلى أن إسرائيل جدية بالذهاب إلى غزو بري للبنان من أجل تحقيق هذا الشريط، لكن بعد الانتهاء من موضوع الضرب على إيران وكيفية الرد وما إلى هنالك. وبالتالي هي هذا المقصد الفعلي، هل هو بهدف الذهاب إلى منطقة تطهيرة بمزدوجين وفق التعبير الإسرائيلي والغربي، وبالتالي إعادة تسليمها للأمم المتحدة وتطبيقها لـ 1701، أم أكثر من ذلك؟ أنا من القائلين أن إسرائيل تريد أكثر من ذلك، ما بعرف إذا بتقدر. فرنسا وأوروبا والضغط الأمريكي لاحقا أن يعيد سحب إسرائيل من أجل تطبيق هذه المنطقة لأن تكون من ضمن مفهوم 1701، هذا إذا كان ذلك متمكنا. ما في شك أن الأفق ملبك بهذه المسائل، وهون عم نحكي عن تغيير دول عم بتحاول إسرائيل تطبقه في لبنان.